السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر وعباد من قناة سي في 9 مدرة. جينا لكم اليوم لنشرح لكم عن الاكسل شيت السي سي كالكوليتر اللي انا وعباد كنا عم نشتغل عليها كم يوم. عباد سلم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمينج. وطبعا بالنسبة لهذا الفيديو، أول شيء لازم تعرفوا أنه إن شاء الله أنا راح نزله عندي بالقناة وعمر راح ينزله عنده بالقناة نفسه، بس مشان شو، مشان أكبر عدد ممكن من الناس يقدروا يستفادوا من هالإكسل شيت، لأنه بصراحة هي راح تكون بداية لشغلات كتير رائعة، وساعتها هيك لحنا بنكون يعني شبه فهمنا اللعبة ككل إن شاء الله. إذا فهمنا السي سي شلون بينحسب وفهمنا كيف الجير بيأثر على السي سي. بقى عمر أعطيهم، بما أنه عمر ما شاء الله اللي يشتغل أكتر شيء عليها، بقى عمر رح أحكي لهم شو الفائدة منها وأحكي لهم نحن نظريتنا شلون عم تشتغل. طيب هلأ مبدئيا نحن الهدف من هاي أنه أنت تعرف كل ستات عندك بالشخصية تبعك من وين، أو كل سي سي عندك للشخصية تبعك من وين عندك. طبعا نحن لما قعدنا حسبناها وجربنا وعملنا وغيرنا وقمنا وحطينا، اكتشفنا انه كل ستات او كل شغلة بالشخصية تبعك عم تأثر على السي سي تبعك، مو بس اتش بي اتاك ديفنس، وانا حكيت عن هذا الشيء بالفيديو تبع اللبس. اكتشفنا انه البيرز الريزيستنس كل السبستاتس كمان تبع الشخصية عم تأثر على السي سي تبع الشخصية تبعك. اكبر مثال خلينا اعطيكم على السي سي كالكوليتر، مثلا نحن اجينا على البيرز، تجي الشخصية تبعك مثلا لنقول البيرس تبعها 100 لحاله، الكالكوليتر بيحط لك قديش السي سي اللي بتاخده بسبب البيرس ستات تبعها. هاي شو الفكرة منها او شو الهدف منها الكالكوليتر اللي احنا عم نحاول نعمله؟ عشان نعرف قديش الزيادات بالاتش بي او زيادات بالستاتس البيسك ستاتس ممكن تأثر علي، وقديش انا ممكن تخليني الشخصية تبعي توصل السي سي تبعها الماكسيموم، وقديش ممكن اللبس والكير بيسك ستات والسب ستات تبع الجيل وكل هالقصص العوامل اللي بتأثر على الشخصية تزودني. صحيح. طبعا انا كنت عم بتناقش مع عبود قبل الفيديو انه اصغر تطبيق ممكن انت تعمل لهي الشغلة هو انك انت تعرف السوبر اويكنينج قديش بيضيف لك سي سي للشخصية تبعك. على سبيل المثال ناخد شخصية مثل اس ار ايرين، هذا ما عليه سوبر اويكنينج، بما انه اللعبة بتحكي لي كل سوبر اويكنينج قديش بيعطيني ستاتس كاملة، انا بمجرد ما اعرف الستاتس هي بعمل الحسبه. طبعا احنا ان شاء الله مثل ما قلت لكم هي حجر الاساس للشيت اللي احنا ناويين نعمله، الشيت اللي حيكون بعد هذا، يعني اللي احنا بلشنا شغله شغله. هلا بنعرف قديش كل ستات بيزيد الاساس. هلا ال 2750 هي والثلاثة ريزيستنت كريت ريزيستنس والثلاثة ريكفري ريت، احنا بنعرف كل وحده منهم قديش تعطينا. اذا بنفوت على الكالكوليتر على سبيل المثال، هاي بتعطيني اتش بي 2750، بتعطيني كريت ريزيست 3 وريكفري ريت 3. اذا بنروح عند الكريت ريزيست بنحط 3 ريكفري ريت 3، يعني هاي اذا انا ما عندي اي جير على الشخصيه حتزود له السي سي تبعه 569. هاي بمجرد ما انا حط اعمل سوبر اويكني لايرن ما رح حط له لا جير ولا حط له شيء، المفروض نظريا يزيد 569. طبعا في عوامل تانية بتأثر على هالزيادات، هي الجير تبعك. الجير تبعك لانه عليه بيس، اول شيء عليك ست بونس زائد السبستات بونس، هذول بيأثروا على الارقام هاي. على سبيل المثال احنا اذا عم تزود له هلا الاتش بي ستات، هي عم تزود لي اتش بي ستات، وانا عندي جير اتش بي ديفنس على ايرين، بمجرد ما يكون عندي جير اتش بي ديفنس راح يكون علي ست بونس اللي هو 20% اتش بي زياده. يعني ال 2750 راح تنضرب ب 20% قبل ما، اول ما تنحط حتنضرب ب 20% بسبب الايفكت تبع الجير تبعي، وبعدين بدها تنضرب بالسبستات اللي عليه للجير اللي هو مو هاد، راح تنضرب بهاد مو البيسك ستاتس. يعني البيسك ستاتس عدد ثابت، بس احنا بدنا البرسنتج اللي هو تحت، النسبه اللي بيعطينيها تحت. هلا مثل ما انتم شايفين اول واحد هون ما في عليه اتش بي، معناها ما راح اخذ اي بونس، حتى لو زودت 20 اتش بي ما راح زيد ابدا من الست هاد. ليش؟ لانه الست ما في عليه اي نسبه بتزيد الاتش بي. خلينا نروح على اللي بعده، القطعه الثانيه اللي هي البيلت، نفس الشيء ما عليها كمان نفس الشيء. فمعناته شو، راح ناخذ فقط 20% من تبع الست بالضبط.
يعني ال 2750 اللي راح اخذها على ايرين راح تنضرب ضرب 0.2 اللي هو ال 20% تبع البونس سيت وراح تزيد. فبما انه خلينا نشوف احنا مثلا على جنب نحط 2750 ضرب 0.2 يعني 550 و2750 بما يعادل 3300، يعني اتش بي تبعي حيزيد 3300. فرح نشوف هنا نعمل نحط 3300 هون هي 3300 يعني انا اذا عندي زاد 679 قبل شوي زاد بحدود ال 150 او 130 بالضبط. بسبب شو؟ بسبب ال اتش بي سيت تبعي. طبعا احنا بنحاول نطور هاي الكالكوليتر بحيث انه انت بمجرد ما تحط الرقم اللي راح تزيده وتحط السيت اللي عندك سواء كان اتش بي او اتاك او ديفنس وات ايفر، بتحط السيت اللي عندك البونس سيت وبتحط السبستاتس تبع الجير تبعك تلقائيا بيحسب لك سوبر اويكنينج قديش راح يعطيك سي سي. هيك انت بمجرد ما انت تيجي لعندك الشخصيه بتعرف شو اكثر شخصيات بيزيدوا سي سي من سوبر اويكنينج، شو اكثر شخصيات تستفيد من سوبر اويكنينج، وبتعرف انت تلقائيا بتصير اول ما تشوف الستات هذا تمام هي بتعطيني 3000 اتش بي معناتها هذا بيزيد سي سي تبعه كثير لما ينعمل له سوبر اويكنينج. هي واحده من الشغلات اللي فينا نطبق فيها المعادله اللي احنا عم نعملها اللي هي الكالكوليتر. ايوه طبعا هلا اول واحده اللي هي السوبر اويكنينج، بعدين بيجي الثانيه اللي عمر شرح عليها بالفيديو الماضي، اللي ما شاف لسه الفيديو يروح يشوفه اللي هو تبع اللبس، لانه حتى اللبس القطعه عن قطعه بتفرق. ليش؟ لانه هلا الاساس فوت اذا بدك عمر على الشيء لبس من الالبسه تبع الشخصيات خلينا نفوت على كيو مثلا هلا كيو مثلا خلينا نحكي على هاي. هلا الديفنس راح يعطيك 120، هي 100% راح يعطيك اياها. طبعا هي بتاثر على شو؟ ايوه بتاثر على شو؟ بتاثر كمان على الجير اذا عندك ديفنس حاطط عليه. هلا الشغله الثانيه اللي احنا اللي عرفناها انه الكريت ديفنس، حتى الكريت ديفنس هي راح تاثر على السي سي تبعنا. روح على واحده ثانيه هي مثلا اس اس ار كمان. ايه هلا هي في ريزيستنس كريت ديفنس، احيانا ريزيستنس والكريت ديفنس مع بعض ما بيعطونا السي سي قد ما بتعطينا اياه القطعه اللي على اليمين لحالها. ليش؟ لانه في نسب متفاوته. هلا هي هون حاطين احنا بالشيت الديفنس ريليتد ستاتس. الحلو فيها انه كل الديفنس ريليتد ستاتس بيعطوا نفس السي سي اللي هو 4، بس هون اذا بنطلع هي بتعطينا 3 ديفنس ريليتد ستاتس، هي بتعطينا 4، فمعناتها هي بتعطيني 4 سي سي اكثر من هي القطعه. هي القطعه بتعطي أيوة. سي سي اكثر من هي القطعه ب4. ليش؟ لانه هي فيها ستات زياده عن هذيك. طبعا هي أيوة كمان هي بالكالكولاتر بتبين. ايوه هلا هي هون يعني هون كشخصيه نفس كيو لانه ما عنده لبس كثير ممكن ما تفرق معك. ليش؟ لانه انت مثلا راح تحط كل اللبس. اما نفوت مثلا على شخصيه نفس جوثر، فوت على جوثر عمر مثلا. جوثر عنده مثل ما انتم شايفين 55 لبس. فانا بدي اعرف اي لبس بيعطيني زياده او اي لبس بيفيدني اكثر. هلا كل احنا لما كنا نحكي قبل على اي افضل لبس شو كنا نشوف السكندري ستات، شو هل هي مفيده ولا لا. مثلا ريزيستنس مفيده اكثر من الكريت شانس او مثلا الكريت ديفنس وهيك. وكنا نحن نحسبها شلون؟ نحسبها انه هل هي راح السكندري ستات راح تفيدني كقتال ولا لا. بس اذا انت بدك تحسبها كسي سي ممكن احيانا هي احسن واحده كسيسي عبود. ايوه يعني ممكن مثلا مثل هاي كريت ديفنس تفيدك اكثر من اللي هي الجديده اللي انت شاريها بجمات، عرفتوا؟ يعني انه هيك بلاش اللي على اليمين هي تبع اعتقد جوثر من الازرق يمكن أو واحد من الجوثر او مثلا او ممكن الاس اس ار احيانا تفيد اكثر من اليو ار بالنسبه كحجم سي سي، مو دائما بس عادة يعني. عادة عبود هن شو بيعملوا؟ هن بيحطوا سبستاتس قليلة للاس اس ار. يعني مثلا شوف هاي السبستات تبع 4 كريت دامج، هاي 7 بيرس ريت، هاي 4 بس الكريت دامج ما تنسى انت كل واحدة كريت دامج تعادل 2.5 سي سي. اما البيرس والكريت شانس كل واحدة ب5 سي سي. يعني مثلا هاي عم تاخذ منها انت 10 سي سي على السبستات، هاي 7 × 5 35 سي سي عم تاخد منه، هاي عم تاخد منه 20 سي سي، هاي عم تاخد منه 15 و10 و5 20 سي سي، وعلى هاي 20 كمان
هي عم تاخذ منها 22.5، يعني اقل وحده سي سي فعليا هي الاس اس ار. هن هيك بطريقه او باخرى بيخلوا لك الاس اس ار قيمتها اقل. اذا بنجي على الاس ار مثلا بتعطيني 10 سي سي، نفس هي السبستانس تبعها. بس هلا انت لما تيجي تطبقها على اليو ارات كثير، على شخصيه عندها يو ارات كثير، ليش مثلا هلا مثلا نحكي على شخصيه مثل ما حكينا مثلا على نفس كوثر، مثل مثل مثلا هلا ذوان، ذوان حاليا عنده فيك تحكي عنده ستة اوتفيت، ستة اوتفيت. لا ولا تنسى، لا مو ستة، ثمانية. لا انا قصدي على اليو ار، اليو ار خمسة صار ولا ستة هلا؟ والله ما لا خمسة. فوت على الويبين، حتى الويبين هلا مثلا صار في اثنين يو ار جداد، واحد اللي هو بتاخده بالهوك والثاني بتشتري بجيمان. طب هلا انا بدي اعرف اي واحد ممكن يفيدني اكثر هون. ساعات انا شو بعمل؟ بشوف هل بالكالكوليتر بحسبها اي واحد حيعطيني سي سي اكثر، وساعتها ممكن اشتري اللي بيعطيني سي سي اكثر. اذا انا ما بدي والله بدي اشوف انا كمان، انا لما ارفع ذوان بدي ارفعه كسي سي وارفعه كقوه، مو بس يرفعه كقوه والسي سي تبعه يكون اقل من مثلا الناس التانيين. ليش؟ لانه الناس التانيين مثلا اشتروا تبع الطباخ وما اشتروا هذا، او ما حطوه، اخذوه بس ما حطوه، بالزبط. عرفت؟ فهون بتجي الكالكوليتر وفائدته الكبرى، انه اللبس اذا انا عم بدي احسب السي سي او بدي انا اعلى بالسي سي، فيني اعلى عن طريق اللبس. وبعدين ان شاء الله بنصير لما نخلص المعادله تبع الجير، بنصير حتى الجير نعرف اي احسن شيء وشو السبستاس اللي نحطه، وهذا الجير قديش راح يفيدني اذا كان والله كله 2.5 او راح يفيدني اذا كان 2.6 ولا ثلاثات. انه اذا مثلا احيانا في ناس ممكن تقول لك انا بخلي السكندري ستاتس بالجير كله 2.5 وما برفعه للثلاثات، بس هل هي ال 2.5 بدنا نشوف، هي بدنا نشوف هذا النقص قديش عم ينقصه بالسي سي والاتاك او الديفنس او الاتش بي. يعني هل احنا دائما احنا كنا نحكي شو مثلا على البيسك ستاتس، انه البيسك ستاتس والله لازم تكون اقرب الى الماكس. هل هي الاقرب الى الماكس مثل بريسلت اكثر شيء 520، هل هذا 520؟ 520 بريسلت. هل 520 هي اذا كانت مثل هي 514 احسن، ولا اذا كانت 15 تحت احسن؟ اي اللي تاثيرها اكبر، عيد عليه فائده اكبر. هلا شوف عبود، انا اللي بقدر اكد لك اياه انه اللي تحت اهم، بس اللي فوق كمان كثير مهمه. بس احنا اللي بدنا نعرفه انه النقص اللي فوق قديش عم ياثر علي، انا هذا اللي بدي اعرفه. كل واحد عم بنقصه بالبيسك ستات قديش عم ياثر علي كاتاك وكسي سي. يعني انا هلا هون ناقصني 6 اتاك من هذا البريسلت، بدي اشوف هدول الستة قديش عم ياثروا علي نقص بالسي سي وقديش عم ياثروا علي نقص بالاتاك. المعادلة اللي احنا بنحاول نسويها هي انه انت بمجرد ما تحط البيسك ستات تبع الجير تبعك والسب ستات، يحسب لك قديش عم تاخد بونس اتاك وقديش عم تاخد بونس سي سي من القطعة هاي، فبحيث انه انت الفرق اللي ناقصك من البريسلت تبعك من البيسك ستات او السب ستات ببين معك قديش عم يأثر عليك سلبيا، عم يروح منك سي سي. صح، لانه في ناس كثير ما بتسوي كل شيء ثلاثات، وهذا ممكن يأثر عليها كثير تأثير يعني كبير. وساعات السي سي تبع حتى لو كان انت اسكانور تبعك مثلا كمثال 6 6، ممكن واحد 5 6 يكون اعلى منك بالسي سي. ليش؟ لانه والله عم ياخذ جزء كبير من بسبب الجير، عم ياخذ بوست عالي من الجير هو، وانت والله جيرك كله 2.5 كمثال مثلا. يعني شوفوا، انا اكثر شيء انبسطت عليه بصراحه، يعني حسيته رائع. بدي اورجيكم تطبيق للكالكوليتر. نجي مثلا ثواني، هلا انا هون هي الشيء، سوري، هي الكاركتر ديتيلز اللي عندي اياها باللعبه، وهي الكالكوليتر اللي عندي. انا اللي حاعمله هو اللي اني راح احط هدول الستاتس، وهون راح يعطيني قديش السي سي لازم يكون. طبعا اللي على اليسار ما بتغيروهم، ايه هدول ما بتغيروا، بس هدول اللي هي الاموند. مثلا نحط الستات، انتوا تطلعوا على اليمين قديش سي سي جين اللي عم باخده من هاي الستات. طبعا كلها حتى السبستاتس لازم تعبوها.
هلا هون ما في ما في ما في داعي تحطه 100% ولا 50%، لانه هو بيحسب اوريدي. شوف لحاله طلع لي 55516. طبعا خلينا نشرح لكم هدول التنتين شو اللي هن اخر تنتين. حسب بعد ما عملنا الحسبه وانا عبود جربنا مليون شغله، اكتشفنا انه لما تطور الكاركتر من الاس اس ار لليو ار بيكسب 500 سي سي ثابته. لما يكون اس اس ار بتروح على السي سي، ما بتروح على البيسك ساس ولا بتروح على سكري ساس، لا بتروح على السي سي على طول. من اس اس ار وجربناها، من شخصيه اس اس ار طورنا الشخصيه لليو ار، زاد السي سي تبعها 500 ثابته. والالت ليفلز لما انتم تشوفوا انا حاطط 4 هون، مع انه هو بس 4 6، لانه هدول حتى الاولى بتنحسب لك سي سي. الالتي الاولى 1 6 بتنحسب لك 400 سي سي، بس يصير 6 6. يعني هلا انا فيني اعرف مثلا اسكانور تبعي على 6 6 قديش بصير السي سي تبعه. مثلا واحد بيقول لك انا عندي اسكانور 1 6 هذا السي سي تبعي، طيب خلينا نشوف قديش بصير على 6 6 هيك. مثلا خلينا نشوف قديش بصير اسكانور اذا رفعت له الاتاك تبعه لنقول 18 وهو 1 6 هيك بصير. اذا كان 6 6 بصير هيك. هاي بالنسبة لي ممكن تكون جدا جميلة، لانه انا مثلا لما عم طور ليبلز ولا لما عم طور شيء ببين معي قديش انا ممكن زيد. احنا عم نحاول لسه كمان نشتغل على شغلة انه تورجيك قبل الليبس، مثلا انه انت تحط مثلا قديش عندك بونس من الليبس. مثلا اسكانور انا اخذ 1050 بونس، بحط بالكالكوليتر انه انا عندي 1050 بونس. هون مثلا ما عندي 1050 بونس، هون لنقول عندي 50 بونس مثلا. فلحال الكالكوليتر بتقلك معناتها انت ناقصك 1000 اتاك بونس من الكوزمتكس، وهي الالف على الست اللي انت عندك اياه مع 15 رولات اتاك وبونس اتاك ست بتأثر عليك مثلا 1200 سي سي او 1500 سي او وات ايفر. فانت من قبل ما تشتري اللبس حتعرف ساعتها قديش انا حيزيد السي سي تبع شخصيتي وقديش حتزيد الستاتس تبع الشخصيه تبعي بمجرد ما اشتري هذا اللبس. يعني الكالكوليتر مو بس راح تفيدك بالسي سي، لا راح تفيدك انه القطعه هاي قديش راح تزيد الاتاك تبعي، قديش راح تزيد البير تبعي. لانه مو والله مثلا انا مثلا حط على واحدة من الاتاك، ما يعني هي مثلا انا مو راح تزودني فقط 210، لا راح تزودني 210 ولاني انا حاطط جير اتاك راح تصير اكثر من 210. الحسبه بتصير مثل ما حكينا نحن. ايوه يعني الحسبه هي انت هون راح تفرق معك فرق كبير، انه انا مو بس راح اعرف كم سي سي تبعي، لا راح اعرف الاتاك تبعي قديش راح يصير التوتال تبعه اذا اشتريت والله قطعتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه من هدول. بالضبط. وطبعا الزياده اللي حتزيدها بالاتاك بتعتمد على الاتاك سيت تبع او سوري على الجير سيت تبعك. يعني اذا انت السيت تبعك اتش بي ديفنس، القطعه اللي حتستفيد منهم اكثر هن قطع الاتش بي وقطعه الديفنس. اذا الجير تبعك اتاك ديفنس، القطعه اللي حتستفيد منهم اكثر هن قطع الاتاك وقطعه الديفنس. ليش؟ لانه القطعه تبعك غير انه بتاخذ ضرب السبستاتس تبع الجير، بتاخذ ضرب البونس سيت اللي عندك اللي هو هاد البونس سيت. يعني انا اذا عندي هي يعني ساعتها بتفيدك بالمستقبل، انه انت لما بدك تشتري قطع مثلا انا لنفرض ساريال انا ما عندي غير 60 جيم اشتري له قطعتين لبس. طيب بدي اعرف شو احسن شيء اشتري له اياه. اذا انت حاطط عليه لساريال اتاك ديفنس سيت، الافضل انك تشتري له قطع اتاك قطع ديفنس. ليش؟ لانه هدول اكثر شيء حياخذوا بونص، لانه الجير سيت تبعك هذا هو البونص تبعه. اذا انت حاطط عليه مثلا اتش بي ديفنس، لا الافضل حيكون انك تشتري قطع الاتش بي قطع الديفنس. ليش؟ لانه هدول بدل غير يعني بدل ما ياخذوا 1650 اتش بي زياده، حياخذوا 1650 زائد 1650 ضرب البونص تبعك اللي هو 20% زائد 1650 ضرب السبستات. يعني هيك حتكون. انا ححط لكم اياها هون على جنب مشان تبين لكم 1650 ضرب السيت بونس اللي هو هاد، حتاخذ بسبب السيت بونس بس 330 اتش بي زياده. احنا مثل ما حكينا كل واحد اتش بي بيعطيك 0.2. يعني انت اذا عندك سيت بونس اتش بي قطعه لبس
على 6 بونس اتش بي حتعطيك 66 اتش بي سي سي زياده، لانه انت عندك بونس اتش بي. ما بعرف اذا انا كثير فتت بارقام زياده. هلا لي بس مشان نبسط اكثر، هلا لي احنا الكالكوليتر هي اللي الفائده تبعها الحاليه انه انت راح تعرف السي سي تبعك كله من وين جايه، ولما تطور شخصيه قديش راح تاخذ سي سي عليها، والالت ليفل قديش بتعطيك سي سي، واللبس قديش حيعطيك سي سي، وقديش حيعطيك ستاتس، والسب ستاتس قديش حتعطيك سي سي، والسب ستاتس قديش حتعطيك سي سي. وان شاء الله بالمستقبل اذا زبط معانا الحسبة الثانية راح نعرف حتى الجير قديش راح يزيد علي، قديش راح يزود لي ستاتس، وقديش راح يزود لي سي سي ان شاء الله. طبعا هاي لسه فيرست درافت، يعني انتو اللي احنا سوينا الشيت تبع اللبس، وسوينا هاي تبع السي سي كالكوليتر، في واحدة بإذن الله عم نشتغل عليها اللي هي كمان كالكوليتر، بس شو تكون انه بتشرح لنا، عم نحاول نطلع تبع الجير. الجير المشكلة انه في كتير كتير عوامل متغيرات فيه بالضبط. أيوة. يعني غير انك انت بتحسب لك البيسك ستات اللي هي تبع الشخصية تبعك، والستات اللي بتاخده من اللبس، والستات اللي بتاخده من الجير، والبيسك ستات تبع الجير، والبونس ست، في كتير كتير عوامل اللي احنا عم نحاول. انا اللي بدي حاول اعمله هو انه خلي اي شخص قد ما كان نوب او كان برو يعرف الماكسيموم بوتنشال تبع الشخصيه تبعه، يعني اكثر شيء ممكن توصل الشخصيه تبعك. يعني انا بمجرد ما اني انا حط استروسا مثلا، هاي الستاتس الحاليه تبعه، عشان تعرفوا ليش في بعض الشخصيات سي سي تبعها بيكون اعلى من الشخصيات الباقيه، لانه السب ستاتس تبعها بتختلف عن السب ستاتس تبع الشخصيات الباقيه. هدول السب ستاتس لهم تاثير كتير كبير. بمجرد ما انت تشيل السب ستاتس وتحسب البيسك ستاتس تبع الشخصية، معظم الشخصيات هيكونوا نفس بعض، الاختلاف هيكون بالاويكنينج والسوبر اويكنينج فقط، والجير الجير وين ما حطيته هيضل نفس الشيء، عم يعطيك نفس البونس، عم يعطيك نفس كل شيء. بس اللي صحيح. يعني انا مثلا الجير تبعي 15 اتش بي ديفنس، وين ما حطيته هيعطيني 15 اتش بي ديفنس. بس شو اللي بيفرق؟ قديش البيسك ستات تبع الشخصية تبعي والسب ستاتس. السب ستاتس عم تعطيني سي سي ثابت، البيسك ستاتس عم تعطيني سي سي بيتغير بتغير الجير اللي انا حاطط له اياه. ان شاء الله ما اكون كتير عقدت زيادة عن اللزوم، بس اعتقد الناس اللي بيحاولوا يفكروا بهي الشغلات وبيحاولوا يتعمقوا بالقصص هي يعني كتير راح يستفيدوا من الموضوع هذا. لاني انا مثلا على سبيل المثال عم حاول كمان اشتغل على اكتر من شيء تانيات، مشان موضوع خاصة مشان موضوع يعني، لانه انا عم شوف حتى يعني من المتابعين اللي عندي وعند عباد، في ناس عندهم مشاكل كتير كتير كبيرة بموضوع السي سي، انه ليش السي سي تبعك اعلى من السي سي تبعي بكتير، مع انه مثلا انا الالتي تبعي نفس الالتي تبعك، او انا اعلى الالتي تبعي من الالتي تبعك. حتى مو بس هيك، بيجي واحد مثلا بيقول لك عمر انا ليش الاتاك تبع اسكانور تبعي قليل؟ طيب انا بيجي بيقول لك مليون عامل ممكن يخلي السي سي الاتاك تبعك قليل، يا اما الجير، يا اما اللبس، يا اما السب ستاتس، يا اما البيسك ستاتس، يا اما تطوير اللبس، كل هدول بيأثروا. حتى البونس، البونس سيت اللي انت عم تاخده هو بيأثر. بتوقع هيك يا عبود؟ احنا عطينا نظره سريعه بس عن طبعا الشيتات، الشيتات هي اوريدي عمر ان شاء الله راح يحطها بالجروب الديسكورد او سيرفر ديسكورد تبعنا، اللي هو راح احط رابط مربع الوصف، رابط الديسكورد. أيوة. والليست والشيتس كلياتهم اللي عم نعملهم حيكونوا موجودين بالروم تبع تير ليست. اسم الروم تير ليست. أيوة. ممكن نغير اسمه نساويه شيت ليست او نخليها تير ليست، لانه حتى التير ليست اللي عملناهم انا وعبد اللي هي انه التير ليست تبع الشخصيات، وان شاء الله احنا كمان يمكن بس نشوف الاسبوع الجاي او اللي بعده. ايوه لا خلينا بس على الاقل شو نشوف مثلا الاسبوع الجاي او اللي بعده شو راح تنزل شخصيات، انه هلا احنا فيك تقول انه متاكدين انه في ثلاث شخصيات راح ينزلوا اللي هن مارلين وفالنتي وايستن وفي هذا دارفول مدري شو نسيت شو كان اسمه دارفول هيركوليز لا مو هيركوليز ما بعرف فهم ناس يعني دنزل. المهم يعني احنا دنزل يعني احنا هدول اعتقد اربع شخصيات الوحيدين اللي فارقين عن
عن اللعبة اللي هو بالجي بي. فأعتقد بس ينزل هدول الشخصيات راح نعمل تير ليست. مشان شو؟ مشان أي شخصية بتنزل المستقبل أنت أوريدي يكون الشخصيات القديمة كلياتها بتعرف هل هي قوية ولا لا. وقول إحنا أوريدي يعني أي شخصية جديدة عم تنزل إحنا عم نشرح عليها ونقولكم شو بتساوي وقولكم هي قوية ولا مو قوية وهل تستاهل الواحد يسحب عليها ولا. بقى التير ليست يعني فيك تقول بس التوتال المجموع تبع الفيديوهات كلها فيديو واحد. بالضبط. بس طيب. مثل ما قلنالكم اللي مو مشترك لسه عند قناة عمر يروح يشترك عند عمر، لأنه مثل ما قلنالكم مستقبل الفيديوهات تبعنا راح يكون كتير كتير قوي، والشغلات اللي راح ننزلها كتير كتير قوية. ومو باقي له شيء عمر لحتى يوصل الألف، هو وعدنا إنه إذا وصل الألف راح يعملنا بث ويبين في وشه. لا هذا الشيء أنا ما وعدت. استنى أنت عم تقلب. أنا ما وعدت بث. أنا أطلع وش. فيس ريفيل. أنا بس بالصدفة لحتى أعمل. طيب خليني أعمل على ألف. إذا كان في تور وقت الألف أعمل. لا بس إن شاء الله. بس وعلى فكرة هاي الشغلات ما حدا لحد الآن بالسيرفر باللعبة عم يعمله. نحن عم نحاول نكون أول ناس بنعمل هاي القصص، الناس الوحيدين اللي عم نعمل هاي القصص. مشان شو؟ مشان يكون كل الشغلات اللي عم تساعد البلايرز عم تطلع من عندنا. عم نحاول احنا انه الشغلات اللي فعلا بتأثر تكون عم تطلع من عندنا، سواء كانت سي سي كالكوليتر او وات ايفر. كان عباد فصل معه الديسكورد. لا موجود. مشان شو يعني اول شيء احنا بدنا نبلش موضوع اللبس، ونحاول نسوي شيء اللي هو هذا الشيء الكالكوليتر، ونحاول نسوي شيء الجير كالكوليتر وكل القصص. وعلى فكره اذا بتشوفوا كم شيء احنا اشتغلنا عليهم بتنصدموا. بس احنا عم نعطيكم اللي شبه خالصين، في غيرهم كثير. أيوة. لسه قاعدين عم نشتغل عليهم. فبس هيك احنا بنكون خلصنا الفيديو تبعنا تبع اليوم. وطبعا رح نحط بالشيت هون، رح نحط على ديسكورد، ورح نحط فيه هون رابط الفيديو تبع الشرح، بحيث اي حد اي وقت حبيتوا انتوا تفوتوا على الفيديو تفهموا مثلا الشغلات اللي عم نحكي عليها يكون غير شيء موجود معكم. ايوه يعني اذا لقيت شيء معقد ساعتها بتفوت على الفيديو بتفهم اكثر. خلاص هيك احنا بنكون وصلنا لاخر الفيديو. عبود في عندك شيء بتحب تحكيه قبل ما نسكر الفيديو؟ لا والله بس يعطيك العافيه وبالتوفيق. وانتوا اذا بدكم مثل ما قلنا لكم اشتركوا معنا بالديسكورد، وان شاء الله بتفهموا الشيت وتكون سهله عليكم وبتساعدكم لحتى تصيروا من اقوى الناس باللعبه ومن اقوى الشخصيات عندكم باللعبه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا استمتعتوا تشتركوا معي بالقناه ومع عباد بالقناه، وتضغطوا لايك على الفيديو اذا عجبكم،